معقول الأستاذ قصي يعمل هيك؟ شو عم بيصير؟ يوه، عأساس الأستاذ قصي ملاك ونازل من السماء؟ ما هو رجال مثله مثل كل هالرجال. بعدين البنت حلوة وصغيرة وعم تنط عن الأرض نط، بركي حليت بعينه. ومثل ما بيقول المثل، قال يا مآمنة بالرجال مثل المي بالغربال. بعدين أنا ما جبت الحكي من عندي، أم ليلى شاهدة على كل شيء، إذا بدك روحي اسأليها. قومي قومي اسأليها. لا لا سادة موسيم، شو عم تقولي؟ يا علي عليها، بنت صغيرة ومو شايفة شيء، يعني مثل ما بيقول المثل ما باستمها غير أمها. يا حرام، يا علي عليها. معقول يصير عندها عقد نفسية من الرجال؟ المسكينة. بس أنا اللي بعرفه إنه قصي كتير بيحبها لرولا، ورولا بتموت عليه، يعني اتنيناتهم كتير متفاهمين. لا لك يا وسيم، أنا متأكدة إنه في إنا. قلتي لي قصي بيحبها لرولا؟ قال بيقول المثل بعد أول سنة زواج بيهرب الرجال برات السياج. يبعت لك يا وسيم، منين جبتي لي هالمثل هاد؟ صحيح منين جبته؟ إيش بيعرفني؟ طلع معي هيك من قلب الحدث. بس والله مسكينة هالبنت. يا الله، غليان قلبي على اخوك كثير، ما عم يرد لا على الموبايل ولا على الارضي، حتى رولا ما عم ترد. خلصنا حناتي، بيكون غاطس هو ومرته مبسوطين، ما بدهم يزعجوكي. ولا قلة بتكون مرته هي اللي مانعته يحكي معك. لا ستي، قصي ما بيعملها، اذا بده يروح مشوار هو ومرته بيخبرني. لا حول ولا قوة الا بالله. امي وين بدي يروح يعني؟ هلا ما بتلاقيه غير دقلة، لسه قصي قصي. اي والله صار اعطينا بقصي، خلينا نتفرج على الفيلم. خلصنا بقى، سمعونا نعرف نفهم هالفيلم. اريد ان شاء الله بيكون الزلمه غاطس هو ومرته، عم يعمل له يومين عسل، مو مثل يا حصرتي انا وانت، اذا بدنا نطلع بدنا 100 موافقه او موافقه. خلص حبيبتي طولي بالك، خلينا نتابع الفيلم هلا، بس لا تهزي بدنك انت. يا حبيبي التم المتعوس على خايب الرجا، قال بدها 100 موافقة. قال أنا اللي بدي موافقة ورضاها. انقلبت الآية. يا الله، أكيد صار شي مع قصي. أوه على هالقصة. أمي قريب وشار، ما بدي مرة. رجوقيهم طيبين. ما بدي خلاص حبيبتي، لأنك مكترة ملح للبشار.